اوعى تقول لي في واحدة تالتة بره. بابلو، هنتكلم لوحدنا بقى ولا ايه؟ تمام، تقدر تبتدي مع المدام وتخلص معايا. حلو قوي. ايه بقى اللي عايزاه يخلصه؟ انا عايز افهم. يلا سيبنا لوحدنا. تخيل يا مازن، بيبش من الاصول تدخل بيت واحد وتطلب منه يسيبك فيه لوحدك من غير ما يعرف حتى التجميعه الحلوه دي سببها ايه؟ مش لما اعرف انا الاول اعرف وبعد كده افهمك. عايز تفهمني ان مش انت اللي باعتهم؟ يا ندى مبسوطه؟ ها شكلك مبسوطه. والله بابي هو اللي باعتني، لو عندك مشكله ممكن تروح تتكلم معاه. بس انا عندي سؤال، هي المدام بتعمل ايه هنا؟ معرفش، هتسأليها. هو انت بتعملي ايه هنا؟ هفضل اجاوب انا كل شويه ولا ايه؟ ايه ده وانت بتجاوب عن لسانها؟ انا عندي لسان واقدر ارد. طب اتجاوبي. انا هنا عشان خايفه على يارا. فيها الخير والله. اه والله فيها الخير. يلا انتوا الاثنين اتفضلوا من هنا، ليا حساب معاكم بعدين. طب مش لما نتغدى الاول؟ ايه ده انت بتطبخ كمان؟ يلا قوم انت وهي، يلا. بعد كده لما يبقى عندك مشاكل تبقى تحلها بنفسك بدل ما نضطر احنا نتدخل وبعد كده تزعق فينا. احلها. حاضر، اوعدك. اتفضلي. لا انت هتبصي لي. يلا. عملت اللي نفسك فيه؟ مش انا اللي قلت لهم يجوا على فكرة. انا ما بتكلمش عليهم. انت عارف انا بتكلم عن ايه؟ لا والله مش قاطع. مش قاطع. اه تجيبني لحد عندك. لعلمك بقى انت عارف هما البقين دول اللي طلبت قبلك عشانهم. حسابك تقيل قوي يا اخي. انت غريب قوي. يبقى الواحد بيخدمك وبدل ما تقول له متشكر تقول له حسابك تقيل. انت عارف مشكلتك يا بابلو، انك عايز تحط راسك براسي. انا احط راسي براس الدنيا حتى على كمال بيه اللي مشغلك؟ قلت لك قبل كده انا بشتغل مع كمال بيه مش عنده. بس انت اللي مش عايز تفهم. تمنك كام؟ بابلو ملوش تمن. انت جاي لي هنا عشان محتاجني زي كل مره. قول لي حاجتك انت تمنها كام؟ ابويا علمني ان اللي تمنه فلوس رخيص قوي. ابوك هو اللي بعتك هنا، يعني لو شايف كده كان خلص. وده مش بيوصلك لحاجه؟ عايز ايه يا بابلو؟ عايزك ترازمن وتهدى، ارتاح. انت بيت اخوك. تشرب ايه؟